أهلا بكم في قناة تويتا. كشفت الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل رحلة علاجها بالولايات المتحدة الأمريكية وتطورات العمليات التي أجرتها وتفاصيل حياتها الشخصية والسحر الذي وجدته في منزلها. قالت عندي 44 سنة ودي حاجة ما بحبش أخفيها وأقولها عادي ومفيش أزمة لما أقولها، وأول وآخر قصة حب عشتها كانت في عمر 23 عام، ولكن لم يكتب لي النجاح بعد أن توفى الشخص الذي كنت أحبه ولم يكن هناك أي من الأصدقاء أو المعارف حولي أثناء مرضي. رانيا محمود ياسين فقط هي التي كانت تتصل للإطمئنان علي، وبعد كشفي عن مرضي هناك كثيرون كلموني. أصابني الاكتئاب وحياتي كلها كانت متوقفة تماما، لا أخرج من منزلي، وبالبحث عن اسمي أجد نتائج كلها تنمر وسب وسخرية، فحياتي كلها كانت في غرفتي. وقالت أنا بصدق بالسحر طبعا لأنه مذكور في القرآن، وأنا تعملي على فكرة ولقيته وشفته. أنا بعد المسلسل قعدت سنة بالسرير عيانة مش عارفة أنا عندي إيه، والدكاترة كلهم مش عارفين عندي إيه، وبعدين ماما جابت لي حد يقرأ قرآن عليا وقال البنت دي معمول لها حاجة، والشغالة في البيت كانت بتنظف لقيت في حوض زرع حاجة ملفوفة، ولما فتحتها لقيت ورقة مكتوب عليها بالأحمر حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويوقف زواجها وخلفتها ورزقها مع شعريتين من شعري. وبعدها صرحت للمواقع والصحف عن معاناتي مع المرض وإني أريد الموت، فعلاجي كان في الولايات المتحدة الأمريكية وسط الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا، كانت السفارات كلها مغلقة ولا تصدر أي تصريحات سفر. وبعد تصريحاتي بعشر دقائق جاءني تليفون من مجلس الوزراء، أنا أتوجه في اليوم التالي للسفارة لأحصل على الفيزا، وأحد الأطباء أخبرني بأني أحتاج إلى عملية صعبة للغاية والوحيد القادر على تنفيذها طبيب يعمل بولاية شيكاغو الأمريكية، وإنه سيتواصل معه لأخذ رأيه في إجراء العملية من عدمها، وهو ما حدث بالفعل ووافق على إجراء العملية. ذهبت إلى أمريكا وقابلت الدكتور لكنه أخبرني أنني في حاجة إلى إجراء أربع عمليات وليست عملية واحدة، وأن حالتي تتطلب متابعة بشكل مستمر مما يتطلب بقائي طوال الفترة التي سأخضع فيها لتلك العمليات بأمريكا بشكل متغسل. وهناك الكثير من الأمور التي جعلتني أشعر بمدى صعوبة تلك العملية. أول عملية كان من المفترض أن أجريها كانت 3 فبراير، مدتها كانت 12 ساعة، ولكن نظرا لإصابتي بإغماء بسبب عدم النوم لمدة 24 ساعة متواصلة خلال السفر من القاهرة إلى أمريكا، رفض الطبيب إجراء الجراحة في موعدها وفضل تأجيلها لأكثر من يوم. فأول العملية الدكتور حط إبرة في مناخيري ملقاش ولا نقطة دم نزلت، فقال لي لو أنا دلوقتي خدت جزء من صدرك حطيته لمناخيرك هتعيشي إزاي ومفيش أصلا دم وصل لمناخيرك، وعشان كده هضطر اخد جزء من خدك نبني بيه اوعية دموية في مناخيرك الاول وبعد كده نبدأ في العملية. والدي لم يكلمني منذ سفر الولايات المتحدة الامريكية، فهو جراح كبير وانا لم استشيره قبل الخضوع لهذه العملية، كان رأيه في العمليات السابقة انها ستفشل، وهذا ما حدث. هذه المرة لم اخبره، لم ارد ان اعطيه امل، فذهبت من نفسي دون الرجوع له، وبالتأكيد اتمنى ان يكلمني ونتصالح واعتذر له ان اخطأ، وأظن أن صورتي بعد العملية وصلته ورأى نجاحها، ومش بتعاكس في الشارع ومش هدلل على نفسي. الشخص الذي يتزوجني أنا لن يتزوج عائلتي وفني، وتبنيت طفلا كانت إحدى العاملات معي حامل فيه، ولكن استيقظت يوما ما ولم أجدهما، وكان عندي 6 كلاب فقدتهم، كل شهر كلب يموت، ووصلت المرحلة مش عارفة أسافر وتعالج عشان كورونا، وكل الناس أصحابي وعشرتي أول ما وقعت خلاص اتشوهت ومحدش بيشغلني. أنا كنت ملك الجمال وبقيت مشوهة، وكنت ببقى عايزة أنام وأتمنى ما أقومش تاني، ولا أتدخل في أي مشاكل أو خلافات مع أحد في الوسط الفني أو خارجه، وأتعامل بكل ود واحترام وهدوء مع الجميع. وأكثر فيلم سينمائي شاركت فيه واستمتعت به هو فيلم ديكور، ومن أصعب الأفلام التي قمت بتقديمها. وقالت حورية ما حدث لي هو معجزة من عند الله، فأحياني بعد مماتي وبعد عودتي قررت تجديد كل شيء في حياتي بداية من قصة شعر جديدة، واشتريت كلبا جديدا بديلا عن كلب الذي توفى حزنا علي، واهتممت بمظهري وحواجبي، ورسمت لأول مرة وشما على ساقي باسم حورية، فأنا قررت أن أحب نفسي بطريقتي، وخلال أغسطس المقبل سأسافر مرة أخرى لأمريكا لإجراء كشف طبي أخير على عظام الأنف الجديدة واستكمال العملية الأخيرة لتوسيع فتحات الأنف إذا أمر الفريق الطبي بذلك. ووجهت حورية الشكر إلى أعضاء مجلس الوزراء المصري على متابعتهم لحالتها منذ مناشدتها لهم عبر الإعلام وحصولها على تأشيرة سفر إلى أمريكا رغم الحظر بسبب جائحة كورونا، كما شكرت الفنانة رانيا محمود ياسين والفنانة مادلين تبر على دعمهما لها في محنتها وكل إعلامي وصحافي تواصل معها.
وأكدت حورية أنها مسحت العديد من الشخصيات من حياتها، سواء كانوا أقارب أو أصدقاء، أو كما كانت تعتقد أنهم أصدقاء بعد تخليهم عنها في عز محنتها وألمها، على عكس ما كانوا عليه حين كانت بكامل صحتها ونجوميتها. وعن مسلسلات رمضان 2021 قالت حورية: استمتعت كثيرا بمسلسل الاختيار 2 ولعبة نيوتن، وبداية عملي ستكون مختلفة تماما عما سبق، مشيرة إلى أن حلم حياتها هو أن تجسد شخصية الملكة المصرية حتشبسوت أو الأميرة العربية ذات الهمة في عمل تلفزيوني أو سينمائي. وجدير بالذكر أن حورية فرغلي خضعت قبل رحلة أمريكا للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من أعلى الحصون أثناء تدريبها على الرياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح، ما عرضها لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها لتقلل من الظهور. أتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.